سلام. اتوقع اني انا لايف الان، فخلاص ما حاسوي تيست واختبارات لانه اليوتيوب محتاجه. طبعا احنا كنا قاعدين نلعب على تويتش والان رجعنا على اليوتيوب، واتوقع انه معانا يقول لك go to live control room. ايوه خلينا نروح على اللايف كنترول روم عشان نظبط البث. يعني لا ما نبغى ده نيو ستريم، دقيقة بس عشان اضبط باتمان بابليك جيمينج مدري ايش نت مود فور كيدز كرييت. خلاص عاد هذه الاعدادات اللي كل مرة لازم نسوي لها تظبيط، لسه ما صرت محترف. يلا ما علينا. طيب الان وصلنا بالسيارة هنا، نرجع لباتمان نشوف. طيب الان بعد ما وصلنا هنا بالسيارة المفترض انه الطريق يكون من هنا، مفترض انه الطريق يكون سهل وبسيط. دقيقة عشان لا يكون في حاجات هنا ورا البوابة كالعادة. يعني افتح البوابة يا ولد. دقيقة يور تشانل. ايوه لايف ناو، انا لايف. ممتاز ممتاز. ها طيب قست ابشر ولا يمك، من فين اسوي لك قست؟ بوت يوزر ان تايم اوت ريموف. يا باشا انت ايش قست دي؟ ترى انا ما عندي خيار اسمه قست، يعني قول لي ايش الخيار ده، من فين اطلعه واسويك قست. يعني قول لي انت ايش تبغى عشان نظبطك. هو المفروض اني انا عندي خيارات اني اتحكم في البث المباشر. يعني رعد بدر لايف ستريم. طيب اوكي هذا اللايف ستريم شغال. اوكي اناليتكس ديتيلز فيو لايف داشبورد. خلاص جميل. ال ايوه شوف طريقتها، يعني افتح مقطع فيديو كده وقول لي ايش الشيء اللي تبغاه. ابشر يعني ما جيت في حاجه صعبه على قولهم. ستريمز اوبشنز كاردز خلاص كله تمام. جو تو لايف كنترول. عارف حاجات عجيبه كده. خلاص قلنا له نيو ستريم باتمان باتمان بابليك ديسكريبشن مدري مين. المفروض انه الستريم شغال والامور تمام. نسوي شير في تويتر وفيسبوك. والله يا اخي جيد. عارف يعني يوتيوب يديك سيرفر وسيرفر كمان احتياط. عارف يور تويت هاز بين بوستد. جميل. النشر في فيسبوك تمام. خلاص go back to studio. خلاص هذا لايف ستريم الحين نشوف ايش وضعه. لا احنا نبغى your channel live now. ممتاز. هذا احنا في channel والستريمينج شغال والامور تمام. اوكي
اوه لازم اشبك الشاحن حق اللابتوب. وهذا الشاحن مشبوك كده الامور تمام. اوكي انا اتوقع انه لازم اجيب السيارة وكده انه السيارة تطلع من هنا. جميل جدا. اوكي واتشنا وين بعدين حنجيب السيارة. Raid. جميل. طيب تقريبا الطريق المفروض انه يكون من هنا يعني. بس انت عارف عبد الله يعني لما تشوف الجيم وتشوف الكواليتي حق الجرافيك يا اخي خرافي. طب احنا دحين الطريق جاي من فين يعني؟ انا بس بعرف احنا دخلنا وعدينا المكان ده بس ما ادري فين الدرب يعني. I think انه من هنا. طب الطريق مقفل على السيارة. اوكي نو بروبليما. دربك اخضر يا الاخضر. المفروض انه ما في شيء من هنا يعني. مقارنة بال شو اسمه بال تويتش اية واحد احسن ولا زي بعض؟ كيف تحس يعني؟ يعني هل تشوف فيه لاجز وكده وتقطيع؟ مع انه احنا لما شغلناه اول ما كان في مشاكل يعني كان بالعكس كويس. بس برضو ممكن يعني نشوف رأيك. اما زي بعض لا، اذا زي بعض يعني عارف المشكلة ممكن تكون من فين؟ من عملية الربط هذه. فحضطر اني انا ارجع اشغل عن طريق السوني على طول. بس لما اشغل من السوني مباشرة ما حقدر احط نفسي في الكاميرا يعني. الا ان اشتري الكاميرا حقت السوني يعني. وتش تكاليف يعني 200 ريال والله كتير صراحة. بس عادي ممكن نشوف الموضوع. هو الطريق دحين صار من فين؟ بس غريب عارف ليه؟ لان انا لما لعبت اول يعني في البث السابق ما كان في مشاكل. فماني عارف ليش البث ده يعني فيه مشكلة او فيه لاج. بس اكيد حنشوف له حل يعني don't worry. طيب دحين فين الطريق؟ Where is the way? Show me the way. حين السيارة هناك هل احنا ممكن مثلا نفك الباب الظريف ده؟ مولع لمبة حمراء ومسوي زحمة. انا شايف شيء عجيب هنا فوق في المروحة دي، فممكن يكون الحل فيها يعني عارف.
انا هو مستحيل حيكون الطريق من هنا، مستحيل ابدا. دقيقة، انا خليني اشوف البث هنا، يمكن المشكلة هنا مثلا. خلينا نجرب كيف البث دحين يا عبد الله، عشان عدلت في الاعدادات حاجة، وخلينا نجرب نشوف. فأتوقع إنه دحين حيكون أفضل، ولا نفس المشكلة؟ أدينا بنجرب. عادي، انا لو حسيت انه البرنامج ده ما هو كويس حاشوف برنامج تاني، دائما هنالك افضل وهنالك حلول كثيرة. طيب احنا كيف حنعدي المنطقة دي؟ غريب يا اخي الطريق ده، انه غريب جدا. طبيعي يعني نخش من هنا ولا جميل جميل جميل. يعني قصدك الكواليتي حق البث، الفيديو نفسه فيه مشكلة يعني؟ يعني احنا ماخدينه من ويندو كابشر، فانا ممكن اشوف الاعدادات يعني عدلها. انا اللعبة عندي واضحة، بس ليش يعني اليوتيوب ما ضبط؟ بالعكس، المفروض اليوتيوب انه كفاءة بدون اي مشاكل يعني. دقيقة انا اشوف من عندي، يعني شوف انا دحين فاتح يوتيوب عندي ومختار في الاعدادات اتش دي 1080، يعني نفس اليوتيوب عندك تلقى تحت الاعدادات، اختار 1000 وكده وخلاص وقول لي. انا الاعدادات عندي ما عدلت فيها يعني، عارف هي نفسها. طب دقيقة دقيقة، مدام انه ما في غير انا وانت، خلينا اشوفها هذه الاعدادات. خلينا نشوف حركة اللاعب فيها لاج. متأكد؟ أنا مستغرب إنه حركة اللاعب فيها لاج، يعني شيء عجيب.
انه انت عارف ايش المشكله يعني. الفكره اني انا شابكو على اللابتوب، من اللابتوب انا مشغله، بس انا ايش ممكن اسوي يعني؟ اقفل اللابتوب وكل حاجه واسوي بث من السوني، بس مشكله لو سويت بث من السوني ما حيكون في الكاميرا، فاهم؟ بس انا برضو حجرب شيء، انت الميزه انه ما في غيرك فعادي نجرب عليك. فمثلا لو جينا قلنا يوز بافرين، قلنا اوكي، يعني متوقع انه المشكله كلها بسبب الكاميرا، يعني هي اللي بتسوي التاخير ده. فانا ممكن ايش اسوي؟ العب في الفيديو كابشر نفسه، اخليه اصغر شيء، تمام، اصغر الكاميرا حقتي شويه، اشوف دحين كيف الوضعيه. برضو في لاج ولا كيف؟ احس اللاج مرة خف عن اول، ولا ايش رايك انت؟ احنا ممكن الفيديو وهذه عملية الركض. كيف الوضع؟ ايوه يعني اتحلت المشكله ولا كيف؟ اذا كانت المشكله كده عشان خلاص انا الاعدادات دي نفسها اخليها على طول، فهمت علي؟ طيب تمام، يلا نكمل. يعني كله صار تمام من يوم ما عدلنا الاعدادات حقت الكاميرا، خلاص يعني كانت المشكلة في الكاميرا، الكاميرا نفسها كانت مسوية مشكلة يعني. طيب احنا دحين كيف دربنا؟ خلاص اذا كانت المشكلة في الاعدادات يصير ارجع اشغلها في التويتش ان شاء الله بنفس الاعدادات دي، اكيد حيظبط معانا. انا ما ادري اذا احنا ماشيين صح ولا ماشيين غلط، بس مفترض ان احنا ماشيين تمام. اوكي بعدين نطلع من هنا من فوق نشوف الدرب من فين. الصورة واضحة، الصوت واضح، كله تمام، ما في لاك صح؟ يعني خلاص انا اسيب الاعدادات، هم الاعدادات الحديد دي، اديني بس اوكي عشان اكمل. اوكي حلو 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 خلاص. وانا اتوقع زي ما قلت لك الاعدادات كان فيها مشكله، انه ال ما يهمك موضوع القسط ان شاء الله، انت قول لي عليه من فين واسيلك هو. بس انت ايش حتستفيد يعني من موضوع القسط؟ نجلس جلسة أفضل يعني عشان إيش؟ نضبط عملية البث.
مشكلة يا أخي، تبث والناس تشوفك. الحين احنا جينا هنا مكان الطريق، بس مفترض انه نفك الطريق للسيارة. يعني اوكي، طريق عجيب والله. المقطع السابق وصل 60 مشاهدة، ظريف والله. سو مو 60,000 يعني وكده، 60 بس. ما احنا من جماعة ابو 1000 لسه، ما وصلنا. ما وزعت رقمي مظبوط ولا وزعت اللينك مظبوط. اعرف يعني لو وزعت اللينك مظبوط يصير عندي 60,000 و70,000. طيب احنا فين نبغى نروح دحين؟ خلينا افكر كده. رجال حطيت لي اللينك في ال... حطيته في الجروب ذا حقهم، ترى ما يجي احد. حطه في الجروب الثاني حق جيم ديفلوبرز. اي واتس واتس، انا صدق جوالي الواتس ما في بطاريه، يبغى لي اشبكه في الشحن. الله، في واحد معانا، حياك الله. احنا جينا من هنا، نروح نشوف السياره فين. هلا والله، حيا الله الشباب. هو المفترض لا 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 يا اخي، هذه حركات المبتدئين كذا، فجأة تطيح طيحة غريبة، مشكلة والله. هي الفكرة انه المفروض اني انا اجيب السيارة واطلعها من هنا، بس المشكلة اني انا ناسي السيارة فين. وقعنا من هنا يسار يا معلم. يا اخي ما يصير توزع اللينك. في ناس يتحسس من عملية التوزيع يا عبد الله. انت بالك. طيب هو المفروض انه قدام. ايوه هو ده الكلام. اتوقع ضبط البث صح، ما عاد في لاج وكده حركات. شكله الكاميرا هي اللي كانت مسويه مشكله. بسرعه بسرعه، اتوقع انه نستخدم التول ده. اوكي طيب، وين الحين السيارة؟ فاكر سبناها هنا، بس هي الفكرة كيف ننقلها للناحية التانية؟ يعني هو هذا سؤال المليون دولار. المشكلة انه الطريق ده انا شايف انه صعب يعني، بس انا حفكر في فكرة.
المفروض هو نلعب. طب دحين ما دام جبنا السيارة هنا، طب عادي نفس الطريقة يا ابو، ان شاء الله ما تطيح في الموية. بس الله يا اخي السيارة حقت باتمان هذه عجيبة. لسه ما وصلنا للشجرة اللي هم يبغوها، فهو المفترض انه تكون هنا يمين. طيب اوكي، انا اتوقع انه المفروض نعكس الرافعة دي بدل ما هي كده على قدام تكون على الناحية الثانية، بحيث ان نقفز من فوق الطريق ده. هو من هنا المفترض، من هنا yes this way. Unlock. واحنا عملنا له unlock. ما عليك احنا in range يا خوي. تمام تمام تمام، بعدين ناخذ السيارة. اديني السيارة، سيارتي الفخمة دي. اوكي يلا توقع ان الطريق اللي احنا ماشيين فيه مظبوط، قربنا نوصل للمكان المطلوب يعني. اوكي اعتقد انه احنا وصلنا للمكان، اعتقد ما بقي غير شوية. احنا في المكان السليم صح ولا يحتاج نقرب وكده؟ اي كلام يا عبد السلام. اقول لك عبد الله، ايش رايك نجرب تويتش دحين بعد ما ضبطنا الكاميرا، نشوف كيف البث هناك. عادينا قاعدين نتنقل شوية هنا شوية هناك. معطينا رحلات يا معلم. انا اصلا داخل على اي شبكة دي؟ كويس. كوشن احنا
كيف نطلع السيارة من هنا؟ This is the question. كيف احنا نجيب السيارة من هنا؟ وهي الفكرة مو يعني انه حلو ولا مو حلو، الفكرة انه احنا يعني ايه نبقى نشوف الافضل في كل الاماكن فبنجرب. فاحنا لما جينا هنا وكانت الكاميرا اعداداتها عالية كانت في نفس المشكلة تقريبا، وانا جالس افكر انه نروح هناك ونجرب بنفس الاعدادات المميزة الحالية، فاهم؟ ما اتوقع انه لو رحنا والاعدادات مظبوطة فخلاص يعني حتكون المشكلة انحلت، فهمتني؟ طيب يعني الحين ايش الطريق؟ احنا نبغى نيجي من هنا لانه هو المفروض انه نيجي من هنا. طيب الطريق ده احنا جينا من فين؟ طيب الطريق هذا من فين ندخله؟ انا قاعد افكر دحين، انا بفكر. عارف ايش سويت؟ رحت على ورا وزهمت السيارة وجات السيارة. هاي السيارة دي ابداع. خلاص تقريبا المهمة انتهت يعني. الصوت شغال صح؟ انا اتوقع ان المهمة حتصير اصعب شوية. اوه 40 وحدة يا راجل. لا لا مشكلة دولي. اوف والله مشكلة دي. 40 طيب كده طيب
تعال برنس تعال. تعال كابتن. اي كسروا لي السيارة. خسرت يا ولد. لقد خسرت يا اخي. لا ما يصير الكلام هذا. يعني المفروض اني انا خلاص يعني صاير محترف، بس هم كتير يعني بيني وبينك 40 يعني مشكلة والله. بس عادي يعني احنا حنسوي ابديت للسيارة دحين ونظبط الامور ان شاء الله. إيه لقد خسرت يا ولد، لقد خسرت، لم تزبط معنا. لا لا هو شوف عندي الليفل اب هنا، فالمفروض اني انا استفيد منه فاهم. فانا عندي 2 هنا فاطور بيه السيارة مثلا، او اطور بيه الاسلحة حقت السيارة. بس المشكلة اني ما عندي غير 2 بوينتس وانا محتاج اقل شيء 4، فبرضو ما استفدنا يعني. اخ سيولد هذه اول طيارة طيحناها. اي يا راجل اثنين وثلاثين يا كابتن. واحد وثلاثين. يعني انا ماني عارف الهجمات العجيبة دي. واو تعال كابتن. اوف عارف المشكلة انك انت تكون مركز وماشي مية مية فجأة تجيك ضربة ما ادري من فين. ومسكهم واحد واحد، خلهم يتجمعون في مكان ضيق، لا تجلس بينهم كذا ترى بيفجرونك بسرعة. لا هي ايش الفكرة، انت المفروض ما تخرج من الاريا دي. ليش؟ لانه في اي في دي بتساعدك فاهم علي، فاذا خرجت من الاريا فهي ما تقدر تساعدك. بس دقيقة عشان انا بشبك الشاحن واجيك. Mm-hmm.
معكم من جديد. ايش الفكره؟ انه اي في بتساعدني، فاذا خرجت انا من الاريا دي اللي هي المقبره تقريبا ما تقدر تساعدني، فهي بتشيلهم معايا، فاهم؟ فاول ما اخرج من الاريا ما بستفيد. دام سيطرنا على دولة خليناهم معانا. تمام التمام، خلاص خش من هنا. حلو ممتاز. تسير الخطة بشكل ممتاز ونحن نتفوق عليهم. ما تتفجر يا أخي. الله، ايش القوة اللي انت عايش فيها دي؟ شوف شوف شوف، الله عليك يا وحش. باقي 22 اقتربنا من نهاية المعركة. يا السلام. هذا مرة قوي يا كابتن، معليش يعني نلعب مع بعض بس مو كده يعني. هذا مرة قوي بالغش بالغش يا غشاشين. هذا مرة قوي ده. حموت انا. طيب انا حموت اخي غشاش الكمبيوتر. كمبيوتر غشاش والله، الكمبيوتر ده غشاش. جايبين واحد مرة قوي بس وصلنا يعني 17 تقريبا، يعني حققنا رقم كويس من 30 يعني، قتلنا نصهم. بس هو يعني المرة دي حنحاول بشكل افضل. بس والله الكمبيوتر غشاش يعني، فجأة جاب لي قاذفة صواريخ يعني ما اعرف من فين والله. يعني انت شايف انا ماشي كويس عارف، بعدين فجأة كده طلع لك واحد مرة يعني ما له حل يعني. بس يعني عرفنا تكنيك كويس يعني، ان احنا نشرد منهم نلف. طيب هذا اول زبون، ثاني زبون. يعني احنا الصواريخ دي ايش حلها يعني؟ طيب وصلنا 35، واحنا المفروض المرة دي نجيب اقل من 17. Yeah.
راجل 30 وبتجيني صواريخ مو طبيعية يعني. اوف 30 احنا شردنا والله اني شردت انا يعني. لا تغش يا كمبيوتر بالغش. طب تمام كده 29 احنا ماشيين كويس اهو. 26 26 26. اخس المرة دي اضعف من المرة اللي قبلها. انا حموت يا ولد حموت يا غشاش يا كمبيوتر. الكمبيوتر قاعد بيغش. لا بديت اتحمس انا مع اللعبه يعني. شوف ضربني من خلفي. لا شوف لك زاويه ولا مكان في كل حته طالعين يا رجل. واذا جيت اتخبيت يطلع لك هليكوبتر كده فجاه الدرون ده اللي يطير. بس يعني حسيت بالضربة الأخيرة كده يعني جاتني فجأة عارف فعليا يعني حسيت انه لا مو كده مو صح. بس يلا ما عليك. احنا كاملين البث كم ساعة طالع عندك الوقت؟ تعال حلو تعال. طيب هذا كده ضربناه جميل. انا ده اللي بيطلق عليا الصواريخ مشكلة بصراحة. نغير المكان. ما انا قاعد امشي يعني ايه غشاش الكمبيوتر ده. والله المرة دي اتفقعت مظبوط. يا راجل هو انت عارف انا لازم اشوف لي فكرة اخرى يعني فكرة افضل لانه الجماعة بيهجموا عليه من كل مكان عارف. ومهمة صعبة. عملية ضرب عجيبة عارف يعني ما بتتوقع الضربة من فين بتجيك. الصوت مو واضح ولا اوكي تمام. غشاشين احنا انضربنا وانا لسه بتكلم.
هذا روح. اوكي اوكي خش خش معانا، حاول معانا، حاول معانا. اوكي اوكي ممتاز جدا. وهذا مات. اوه ايها الغشاش يا اخي، هذول اللي بيطلبوني بالصواريخ غشاشين. كده احنا وصلنا 30. طيب طيب راجع لك، اهو راجع لك. هو انت شيخ يكفي يكفي يعني مو صح الكلام ده، والله مو صح. يعني كم مرة نحن جالسين نضرب بالطريقة دي، يعني أبدا مو صح. فخلاص استسلمت أنا اليوم، أكمل إن شاء الله بكرة أو يوم الجمعة، ما أعرف يعني متى حسوي بث مرة تانية، بس خلاص تفقعت صراحة. يعطيكم العافية، شكرا لكم، لايك سبسكرايب، لا تنسوا، نشوفكم على خير.